من الشمال السوري مشاهدينا ينضم الي ضيفي السيد اكرم حسو الرئيس السابق للمجلس التنفيذي في الاداره الذاتيه. سيد اكرم مرحبا بك. بدايه لماذا لا نشهد اي تدخل امريكي وروسي باعتبارهما ضامنين لاتفاق وقف اطلاق النار بعد كل هذه المجازر التي تتم بحق المدنيين من جانب تركيا وفصائلها؟ مساء الخير لكل مشاهدي قناة اليوم وكادر قناة اليوم. طبعا المجتمع الدولي بالأكمل وخاصة الرأيين الاتفاق روسيا وتركيا، روسيا وأمريكا، رأيين اتفاقية 18 أكتوبر و 23 أكتوبر، هذين الرأيين اليوم يؤكدان ويستمران في تخليهم عن المسؤوليات التي تفرض عليهم من خلال هذين الاتفاقين، وبالتالي تعتبر طعنة في موضوع تثبيت وقف اطلاق النار وإدانة العدوان التركي، لأن بيان الإدارة الذاتية أكدت على التزامها بوقف اطلاق النار وأكدت على دور التحمل للأطراف الراية لهذين الاتفاقين، الاتفاق التركي الأمريكي الموقع في 18 أكتوبر والاتفاق الروسي التركي الموقع في 23 أكتوبر، وبالتالي نضمن يعني البيان الإدارة الذاتية بيان واضح ويدين الصمت الدولي والصمت الأمريكي والروسي تجاه هذه المجزرة. طبعا المجزرة ليست الأولى، اليوم كل يوم يرتكب العدوان التركي وفصائله الإرهابية المنضوية تحت سقف الجيش التركي مجازر يومية في غريسبي وسريكانية والمنطقة الممتدة فيما بينهما وحتى في الريف التمر الذي يضم غالبيته الأخوة المسيحيين من الآشوريين والسريان المتواجدين في تلك المنطقة. إذن يعني لماذا هذا الصمت إلى الآن من جانب الضامنين الروسي والأمريكي والمجتمع الدولي بهذا الشأن؟ يعني كل شيء موثق ويتم مشاهدته عبر فيديوهات التي يعني يتم تصويرها هناك في تلك المناطق وأيضا الجميع يشاهدها. طبعا هنا لازم نفرق هنالك المجتمع الاوروبي الاتحاد الاوروبي والامريكي وخاصه الكونغرس، هنالك ادانه واضحه ولو كانت لفظيه ولو كانت ادانه اشاره الى القلق ولكن اظن ستترجم فيما بعد الى على الميدان. متى هذه الترجمه سيد اكرم؟ يعني إدانة العقوبات التي فرضت على الشخصيات التي شنت الهجوم على شمال شرق سوريا، الاعتراف الأمريكي ممثلين الإدارة الأمريكية بارتكاب جرائم حرب باستعمال الفوسفور الأبيض، وبالتالي تطلب هذه الإجراءات المزيد من الوقت لكي تترجم على الميدان بشكل عملي. إنما الجانب الروسي ما زال يحتفظ ويريد ما لا زال يحتفظ ويضحي بكل شيء في شمال شرق سوريا وفي سوريا عموما للحفاظ على علاقاته الاستراتيجيه مع تركيا، وبالتالي هو همه الوحيد ارضاء تركيا بهدف ابعادها عن الناتو. اما المجتمع الاوروبي والامريكي فاظن هنالك تحركات ايجابيه، لكن هذه التحركات على المستوى الدولي تتطلب بعد الوقت وبعد والمزيد من التوثيق الانتهاكات وجرائم الحرب وابادات التطهير العرقي والسياسي التي تجري من قبل العدوان التركي وفصائله تجاه ابناء شمال شرق سوريا. اذا الوضع الى اين؟ طبعا الوضع سيكون هنالك خيارات محدوده امام الاتراك نكسوا باتفاقي 18 اكتوبر و 23 اكتوبر، وبالتالي هنالك خرق لوقف اطلاق النار، خرق للالتزامات او المسؤوليات المفروضه على الاتراك تجاه هذه الاتفاقيات، وبالتالي الذي يسمح لهذه الخروقات ولهذا الصمت هو الضامن الروسي اكثر من الضامن الامريكي ومع المجتمع الاوروبي ومع دول التحالف الدولي ضد الارهاب ادانوا ويدينون الجرائم التركيه وجرائم المرتكبه من قبل فصائل ارهابيه باتجاه ابناء شمال شرق سوريا، الا ان الضامن الروسي كأكرر ما زال يضحي بكل شيء
أمام الأتراك بحذف إبعادهم عن حلف الناتو، وذلك اتفاقية S-400. سؤال، أما الأتراك أم لم يتموها سوف يدفعون ضريبة قاسية في منتصف العام القادم، وبالتالي الأوضاع في شمال شرق سوريا اتجاه المزيد من التعقيد، وخاصة للطرف التركي الذي لا يستطيع إيجاد أي مخرج بالرغم من وجوده كمحتل على الأراضي في شمال شرق سوريا. نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به. ضيفي من الشمال السوري سيد أكرم حسو، الرئيس السابق للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية.